وتحسبا لأي طارئ قد تسببه الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الأيام القليلة القادمة على قضاء طوز، عقدت خلية الأزمة اجتماعا لوضع خطة لمجابهة مخاطر الأمطار التي قد تتسبب بغرق عدد من الأحياء والأراضي الزراعية. يصير الأمطار شوية قوية جدا. عندنا بالمستشفى وعندنا بعض المناطق اللي بيها البيوت. شنو إجراءاتك أبو شهد وشنو اللي تحتاج حتى لا تصير عندنا إشكال؟ بس هو التنكسيس ولا مية زايد مو إشكال. نعم الحال إن شاء الله هو دعم من البلدية موجودة، يعني يجوز نقضي على 70-75% من دخول الماء، بس احنا اجراء دائما نسويه. طبعا بدايه حسب توجيهات اداره محافظه صلاح الدين ومجلس محافظه صلاح الدين، طبعا عقد اجتماع من خليه الازمه في القضاء يضم برئاسه السيد قائم مقام الطوز الدكتور حسن زين عابدين وكذلك الساده مدراء الدوائر الخدميه والامنيه، وتم الاتفاق ووضع خطه من اجل درء الفيضانات واخطارها. يعني الحمد لله عندنا قضاء الطوز دائما يتعرض الى مثل ما تعرفون الى موجات امطار قويه، ولله الحمد دائما يتم السيطره عليه، وان شاء الله احنا اخذنا استعداداتنا لاي موجه او طارئ ان شاء الله يتعرض الى القضاء وحاضرين على مدار 24 ساعه. اليوم تم حضورنا او استدعائنا للقائمه المقاميه بحضور مع مجموعه من خليه الازمه، فتم مداولة أو مناقشة أو الاستحضار لموجة الأمطار حسب ما تم تبليغنا من دائرة الأنواء، وأخذنا كافة الاحتياطات بالنسبة كدائرة مجاري، فتم تنظيف خطوط المجاري غالبية، وإن شاء الله جاهزين لأي طارئ يحدث بتسهيل الله. ما أكد دكتور نفس العمليه. احنا بس الشارع احنا ما يدخل هسه المي، بس من الخلف دكتور اذا تريد انا هسه ادز لك شفر.